السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح منهج ديسكفر كي جي 2 الترم الثاني، وكنا بنشرح المحور الثالث How the world works او كيف يعمل العالم، وكنا في شابتر 2 Playing with new friends او اللعب مع اصدقاء جدد. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 27 او صفحة 27، وطبعا page 28 هي صفحة فاضية في الكتاب. فنبدأ النهاردة نشرح page 29 او صفحة 29، وعنوانها goal and rules. goal يعني الهدف، and rules يعني القواعد. وزي ما عرفنا قبل كده اصحابي ان اي لعبة في الدنيا ليها rules او ليها قواعد بتحدد احنا بنلعبها ازاي، وبتحدد الخطوات اللي بنقوم بيها اثناء اللعب. وطبعا ليها goal او هدف، طبعا اللي بيوصل للجول او الهدف ده قبل اللاعبين التانيين هو اللي بيكون winner او فايز. وطبعا الرولز بتختلف من لعبة للتانية، يعني كل لعبة بيبقى ليها الرولز بتاعتها. زي ما عرفنا قبل كده الرولز الخاصة بالفوتبول جيم او لعبة كرة القدم غير الرولز الخاصة بلعبة الهايد اند سيك او لعبة الاستغماية او لعبة الغميضة. فكل لعبة ليها الرولز بتاعتها، وكل لعبة برضو بيكون ليها الجول بتاعها او الهدف بتاعها. فهنا اصحابي في البيج دي بيعرفنا ازاي او بيتخيل معانا ازاي ممكن نصمم لعبة جديدة او جيم جديد، ونحط له كمان رول او قاعدة من القواعد تحكمه. فهو بيقول لنا هنا look انظر at the game board. game يعني لعبة، board يعني لوحة. انظر على لوحة اللعب، دي لوحة بتاعت اللعب. imagine يعني تخيل، ودي كلمة جديدة. imagine يعني تخيل. a game imagine a game يعني تخيل لعبة. write a rule يعني اكتب قاعدة for the game للعبة الجديدة دي. فهنا طبعا هو رسم لنا مخطط الجيم ده او مخطط اللعبة دي. وطبعا هنا زي ما احنا شايفين هو كاتب في الاول start او نقطة البداية، start يعني بداية، وبتنتهي ب end او النهاية. وبين ال start وال end في مجموعة خطوات او مراحل، عندنا 1 2 3 4 5 6، في 6 steps او 6 خطوات بين ال start وال end او بين البداية والنهاية. وطبعا اللي عايز يوصل للإند او للنهاية لازم هيعدي على الستيبس دي او على الخطوات دي. وزي ما احنا شايفين في البيج كمان موجود بوكس هنا او مربع مكتوب فيه my marker يعني قلم التحديد. my marker يعني قلم التحديد بتاعي. وطبعا زي ما احنا عارفين الماركر هو اقلام التحديد اللي احنا بنلون بيها وبنحدد بيها الحاجات. فنرسم هنا الماركر بتاعنا او قلم التحديد بتاعنا اللي هنظلل بيه الستيبس دي او الخطوات دي، وهنلونه كمان باللون اللي احنا بنحبه او اللون الخاص بالقلم بتاعنا او الماركر بتاعنا. فهنا في قلم ماركر هنستخدمه اثناء اللعب. المفروض القلم ده هنظلل بيه المراحل اللي احنا عدينا بيها بين الستارت والاند، فكل ما هنعدي مرحلة هنظللها بالماركر بتاعنا. وهنا بيقول لنا الجول او الهدف be the first، كن الاول to get from start to end، علشان توصل من الستارت للاند او علشان تعدي من البداية للنهاية. فطبعا الوينر او الفايز هو اللي هيكون وصل للاند او للنهاية قبل اللاعبين التانيين. يبقى الجول بتاعنا be the first، كن الاول to get from start to end، لتصل من البداية للنهاية. ده الجول بتاعنا او الهدف بتاعنا اللي يحدد مين الفايز ومين اللي مش فايز. وطبعا هنا كاتب rule يعني قاعدة،
وأول رول هو كتبها لنا بيقول لنا move تحرك the number of spaces عدد الفراغات you roll on the dice اللي انت حصلت عليها من الدايس او من حجر النرد او من الزهر اللي انت رميته. طبعا يا اصحابي احنا عارفين كلنا حجر النرد او الزهر اللي احنا شايفين شكله قدامنا ده بنستخدمه في العاب مختلفة. المفروض ان احنا بنمسكه في ايدنا وبنرميه، وهو بيبقى عبارة عن مكعب ليه 6 وشوش او 6 اوجه، كل وجه عليه مجموعة من النقط من 1 ل6، يعني في وجه عليه نقطة واحدة او دوت واحدة، في وجه تاني عليه نقطتين او 2 دوتس، في وجه تالت عليه 3 نقط او 3 دوتس، وفي وجه رابع عليه 4 نقط او 4 دوتس، وفي وجه خامس عليه 5 نقط او 5 دوتس، وفي وجه سادس عليه 6 نقط او 6 دوتس. فهو ليه 6 اوجه، كل وجه فيه عدد معين من النقط. فاحنا لما بنرمي الدايس ده او حجر الزهر ده او حجر النرد ده بيقف على الارض، بيبقى فيه وجه منه مقابل لينا اللي هو وجه اللي هو الوجه اللي فوق، بنحدد اللعبة اللي جاية بناء على عدد الدوتس او عدد النقط الموجودة على الوجه ده. فلما نرمي حجر النرد او الدايس وعلى لوحة اللعب ودينا رقم معين، يبقى هو الوجه اللي فوق مثلا لو طلع لنا 2 فهنظلل الدايرة الاولانية دي وهنظلل الدايرة التانية دي بالماركر بتاعنا او with our marker، وبعد كده هنبقى احنا كده لعبنا اللعبة بتاعتنا. طب وهو طالب مننا هنا كمان ان احنا نحط رول تانية او قاعدة تانية تحكم اللعبة. يبقى احنا عرفنا ان القاعدة الاولانية ان احنا نتحرك العدد بتاع المسافات اللي بتطلع على الدايس بتاعنا بعد ما بيحصل له رول اون او بيدور وبيتدحرج على لوحة اللعب بتاعتنا بعد ما نرميه. طب الرول التانية او القاعدة التانية المفروض ان احنا نقولها ونعمل اماجن ونألفها من عندنا، ممكن نقول ايه الرول التانية اصحابي؟ عايزكم تفكروا معايا اقول لكم انا ممكن نألف ايه مثلا. ممكن يبقى رول التانية ان انا اهدي اي لاعب من اللاعبين هدية خطوة زيادة من عندي لو حل مسألة رياضية. يعني مثلا انا هقول لك مثلا 2+1 equal كام، يعني 2+1 بتساوي كام. لو انت حلتها وقلت لي مثلا 3 يعني انت حلتها صح 3، هدي لك خطوة هدية من عندي وانت تتحرك كمان خطوة كمان بعد ما كنت في الدايرة رقم 2، لا انت كمان تتحرك للدايرة رقم 3 وتظللها بالماركر بتاعك، وتبقى انت كده خدت خطوة هدية لانك عملت ايه، عملت سولفنج او عملت سولف للماثماتيكال بروبلم او للمسألة الرياضية اللي انا قلتها لك. ممكن واحد تاني يقول لي لا نخليها رول تانية يا مستر. مثلا انا ممكن افكر في رول تانية فاقول له ايه هي رول تانية يا حبيبي. ممكن مثلا يقول لي ان احنا نطلب منه يعمل حاجة معينة من غير ما يتكلم، دي اسمها act according to. يعني انا اقول لك وانت واقف قدامي ممثلا touch your head يعني المس رأسك، فانت مش هتتكلم ومش هتعمل حاجة، انت هتلمس رأسك من غير ما تتكلم علشان توضح لي ان انت فاهم انا بقول ايه، وتبقى انت كده عملت act according او ان انت اتصرفت according to what I say او للحاجة اللي انا بقولها، فدي اسمها act according to. ممكن برضو اقول لك jump فانت مش هتتكلم ومش هتعمل حاجة بس هتقفز في مكانك، فانت هنا ايه عملت act according to او تصرفت بناء على او طبقا للكلام اللي انا قلته. ممكن اقول لك مثلا touch your nose المس انفك، فانت هتحط ايدك على انفك وتبقى انت هنا عملت act according او تصرفت طبقا للكلام اللي انا بقوله من غير ما تتكلم، ووضحت انت فاهم انا بقول ايه. دي ممكن تبقى الرول التانية او القاعدة التانية اللي احنا نألفها من عندنا. فبالتالي احنا هنا حطينا رول تانية، عملنا imagine او عملنا imagination لرول تانية واتخيلنا رول تانية للجيم اللي احنا بنلعبه، وكمان عملنا ايه، وكمان حددنا الرول التانية دي اللي بيتبعها صح ممكن ياخد مثلا خطوة زيادة وبالتالي تساعده ان هو يفوز قبل التانيين.
وبكده احنا حلينا البيج دي وفهمنا مطلوب مننا فيها ايه. والكلمات الجديدة هنا يا اصحابي: جول، جول يعني هدف، رولز، رولز يعني قواعد، لوك، انظر، ات على، ذا جيم بورد، بورد يعني لوحة، وجيم يعني لعبة، اماجن، اماجن يعني تخيل، رايت اكتب، رول، رول يعني قاعدة، فور ذا جيم للعبة اللي احنا بنتكلم عنها. وطبعا ستارت، ستارت يعني بداية، واند، اند يعني نهاية، ماركر، ماركر يعني قلم التحديد، فيرست، فيرست يعني الاول، وموف يعني تحرك، ودايس، دايس يعني الحجر النرد او الزهر اللي احنا عارفينه، وسبيسز طبعا سبيسز يعني مسافات او فراغات. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 30 او صفحة 30، وعنوانها فورس، فورس يعني القوة، اند موشن، موشن والحركة. في طبعا يا اصحابي فرق بين الفورس وبين الموشن. فورس او القوة هي الحاجة اللي احنا بنبذل فيها مجهود وبنطلع طاقة من عندنا علشان خاطر نعملها. فمثلا ممكن انا يبقى قدامي كورتين، كورة من المعدن، كورة كبيرة من الحديد موجودة قدامي على الارض وهي كبيرة قوي، وكورة تانية صغننة من البلاستيك برضو واقفة قدامي على الارض. فانا علشان احرك الكورة المعدن الكبيرة دي واخليها تتحرك من مكانها، لازم ابذل مجهود كبير وازقها بايديا واضغط على نفسي علشان احركها. وبالتالي انا عملت هنا مجهود وبذلت مجهود علشان اطلع فورس او قوة كبيرة من عندي احرك بيها الكورة دي. في حين او في نفس الوقت لو لمست الكورة البلاستيك الصغيرة اللي على الارض دي بترطيف صوابعي هتتحرك وتدور ويحصل لها رولينج او تتدحرج على الارض باقل مجهود. وبرضو هنا انا عملت فورس او عملت قوة حركتها، بس هنا المجهود كان اقل او اصغر بكتير من المجهود اللي انا بذلته علشان احرك الكورة المعدن الكبيرة. فالفورس او القوة هي طاقة مبذولة او طاقة او جهد مبذول انا ببذله وبعمله علشان اعمل حاجة معينة. وطبعا الفورس بتختلف من حاجة للتانية. انت زي ما بقولك ممكن تبذل مجهود في حاجة المجهود ده يكون كبير قوي، ممكن تبذل مجهود تاني في حاجة تانية المجهود ده يكون صغير قوي. دي الفورس او القوة اللي احنا بنتكلم عنها. طب ايه هي الموشن يا مستر؟ الموشن هي الحركة. وطبعا زي ما عرفنا يا اصحابي ان الحركة بتاعت الحاجات ممكن تبقى سريعة او كويك يعني سريعة، وممكن تبقى سلو او بطيئة تتحرك ببطء. زي مثلا الترتل، الترتل او السلحفة بتتحرك ببطء قوي فبنقول عليها سلو بطيئة، لكن مثلا حاجة بتتحرك بسرعة فبنقول عليها كويك او سريعة. فعندنا نوعين من الحركة: الحركة السريعة او الكويك او اللي بنقول عليها كويكلي بسرعة، والحركة البطيئة او السلو وبنقول عليها slowly يعني ببطء. فاحنا هنا عرفنا الفورس او القوة، وعرفنا كمان الموشن، الموشن او الحركة. طب هنا بيقول لنا you learned، you learned انت تعلمت، about عن force and motion القوة والحركة، using a ball مستخدما القرى زي ما اتكلمنا من شوية عن الكرة وانواع الحركة وانواع الطاقة كمان اللي احنا ممكن نبذلها علشان نعمل قوة تحرك البول الكبيرة والبول الصغيرة، وانواع الموشن السريعة والبطيئة. فهنا بيقول لك انت تعلمت عن الفورس وعن الموشن using a ball مستخدما كرة. write اكتب، words كلمات، to complete، to complete لتكمل، the sentences، the sentences الجمل، below، below الموجودة بالاسفل. فهنا بيقول لك I can move، I can move يعني أنا أستطيع أن أحرك، I can أنا أستطيع، move أن أحرك، the ball، the ball الكرة. هنا المفروض بقى هنا I can move، I can dots the ball، أنا أقدر أحرك الكرة إزاي أصحابي؟ أن أنا أعمل لها عملية دفع.
فالدفع ده in English اسمه push. push يبقى I can push the ball، يعني انا اقدر ادفع الكرة وبالتالي اقدر احركها. يبقى هنا هنقول I can push the ball. I can push the ball يعني انا اقدر ادفع الكرة علشان تتحرك. طب في الدوتس التانية I can dots the ball، ممكن برضو اعمل ايه الكرة علشان تتحرك؟ ممكن I can roll a ball. I can roll the ball انا اقدر ادحرج الكرة علشان احركها. واحنا عرفنا الرول او حركة التدحرج قبل كده طبعا ان هي تلف على اجناب جسمها المختلفة علشان تتحرك، وطبعا ممكن نعمل عملية تدحرج للكرة على اي وضع مائل، يعني اي سطح مائل، زي ما عرفنا قبل كده اصحابي لو في مثلا حتة ارض او سطح مائل من فوق لتحت وحطيت عليه الكرة، الكرة هتتحرك من فوق لتحت او من الاتجاه الاعلى للاتجاه الاسفل بسرعة باقل مجهود ممكن ابذله علشان خاطر دي اسمها حركة التدحرج، فهي بتتحرك من الاعلى للاسفل لو كان الارض اللي تحت منها او السطح اللي تحت منها مايل في اتجاه معين، فطبعا ده اسمه رولينج او رول يعني حركة التدحرج. يبقى اول دوتس هنقول فيها I can push the ball انا اقدر ادفع الكرة علشان احركها. والدوتس التانية هقول I can roll the ball يعني انا اقدر ادحرج الكرة. طب في الجزء التاني من البيج دي بيقول My ball الكرة بتاعتي can move quickly، ممكن تستطيع ان تتحرك quickly. quickly يعني بسرعة، وزي ما قلنا الكويكلي او الكويك ده نوع من انواع الموشن او من انواع الحركة. فهنا I will انا سوف push. push يعني ادفع my ball الكرة بتاعتي، فالمفروض هدفع ايه بقى عشان تتحرك quickly؟ I will push my ball quickly، انا هدفع الكرة بتاعتي quickly بسرعة علشان هي تتحرك بسرعة. طب والجزء التاني بيقول my ball can move slowly، my ball كرتي can move تستطيع move ان تتحرك slowly slowly ببطء. فهنا بيقول I will push my ball انا سوف ادفع push my ball كرة بتاعتي علشان تتحرك ببطء ايه؟ slowly برضو، يبقى ببطء برضو علشان هي تتحرك ببطء. وبكده عرفنا نعمل complete للsentences او للجمل المختلفة. والكلمات الجديدة في البيج دي يا اصحابي force يعني القوة، and و motion يعني الحركة، و you learned يعني انت تعلمت about عن force and motion القوة والحركة using مستخدما a ball يعني كرة. complete يعني اكمل sentences يعني جمل below بالاسفل I can انا استطيع move يحرك push يعني يدفع quickly يعني بسرعة slowly يعني ببطء. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 31 او صفحة 31. وقبل ما اشرح الجزء ده مش عايز انسى اقول اسماء اصحابي الحلوين اللي عرفت عن طريق التعليقات ان هم شاطرين ومتابعيننا اول باول. والاسماء هي عبد الله، عبد الرحمن، كنزي، عمرو ثروت، تميم، موسى، ويوسف جمال، ومعاذ، وايتن، وعلي، ومحمد العشناوي، وجودي ياسر، شاطرة يا جودي حبيبتي، وتميم، ونور الدين، محمد والي، ويوسف سامح، وموسى، مهاب، ومالك، وعبد الملك، وأحمد، وجنى وليد، وياسين وليد، ويوسف محسن، ولين، ومحمد حسين، ويوسف زكي، ومازن مختار، شاطر يا مازن، وجيسيكا، شاطرة يا جيسيكا، وجودي ياسر، شاطرة يا جودي،
كلكم حبايبي، كلكم شاطرين وكلكم حلوين، ربنا يحفظكم كلكم، واتمنى ان انتوا تكونوا اشطر الناس دايما ان شاء الله. وبيج 31 او صفحة 31 عنوانها ماجنتس اتراكت. ماجنتس اتراكت يعني جاذبية المغناطيس، الجاذبية قوة الجذب بتاعت المغناطيس. اتراكت يعني يجذب، يعني يجذب حاجة ناحيته، يعمل لها عملية جذب. وماجنتس طبعا اللي هي المغناطيس، اللي هو المغناطيس اللي احنا عارفينه واصحابي. وطبعا المغناطيس لما بيعمل اتراكت بيعمل اتراكت للحاجات الميتال او الحاجات المعدن، وخاصة طبعا الحديد، الحاجات المصنوعة من المعدن. فهنا بيكلمنا عن عملية الاتراكت دي او عملية الجذب دي اللي بيعملها الماجنت او المغناطيس للحاجات المصنوعة من المعدن. وبيخلينا نعرف نكتشف ونتنبأ ازاي الماجنت او المغناطيس هيجذب الميتال او المعادن دونا عن غيرها، او المعادن بس ما بيش هيجذب مثلا الحاجات التانية المصنوعة من الميتال، او الحاجات التانية المصنوعة من البلاستيك، او مصنوعة من الوود او الخشب، او مصنوعة من البيبر او الورق. فهنا بنعرف ازاي نعمل بريدكت، بريدكت يعني تنبؤ، وبنعمل عملية تيست او اختبار. فاحنا هنا بنقوم بحاجتين، بنقوم بعملية بريدكت او تنبؤ، وبنقوم بعملية تيست او اختبار. تعالوا نشوف هو بيطلب مننا ازاي نعمل كده. هو بيقول لنا بريدكت، بريدكت يعني تنبأ. will the magnet attract، هل سوف يجذب الماجنت او المغناطيس the object، العنصر. عايزك تتنبأ، هو هنا عمل لنا جدول او تيبل في الاوبجكت او العنصر، وفي عملية بريدكت او تنبؤ، وعملية تيست او اختبار. فهو بيقول لك اول حاجة انت تتنبأ هل الماجنت هيجذب العنصر ده ولا لا. لو هو هيجذبه هيحصل ايه؟ هنكتب right yes or no، هنكتب yes or no. لو هو هيجذبه هنكتب yes، لو هو مش هيجذبه هنكتب هنا no. تيست بعد كده، بعد ما عملت البريدكت وكتبت yes ولا no، هتعمل بقى عملية تيست، هتشوف البريدكت او التنبؤ بتاعك ده صح ولا لا. فبيقول لك هنا تيست ذا اوبجكت، تيست ذا اوبجكت يعني اختبر العنصر. ذا ماجنت، هل يا ترى الماجنت او المغناطيس اتراكت ذا اوبجكت، عمل له عملية جذب، جذب العنصر ده ولا لا. رايت يس اور نو، اكتب يس اور نو، اكتب نعم او لا. لو هو عمل له اتراكت هتكتب يس yes. لو هو ما عملوش اتراكت هتكتب نو. وهنا هتعرف بقى بعد ما تعمل التست ده يا ترى انت عملت بريدكت صح ولا لا، يعني تنبأت تنبؤ صحيح ولا لا. يعني انت مثلا ممكن تتنبأ ان الماجنت او المغناطيس هيعمل اتراكت للبيبر كليبس دي او للدبابيس الورق دي، فهتكتب هنا يس yes. فلما تيجي تجيب الماجنت او المغناطيس وتجربه فعلا عليها هتلاقيه جذبها فعلا وعمل لها عملية اتراكت او عمل لها عملية جذب. فبالتالي انت فعلا اتأكدت ان انت عملت بريدكت او عملية تنبؤ سليمة وصح، فبالتالي هتكتب برضو تحت التست هنا يس yes. ممكن حد تاني يعمل عملية بريدكت او عملية تنبؤ مش صح، وبعدين لما يعمل التست يكتشف النتيجة صح، فبالتالي هيكتب في التست او في النتيجة بتاعت الاختبار اجابة غير اللي كان كاتبها تحت البريدكت او عملية التنبؤ. فهنا بيقول لنا بعد ما نعمل عملية التست، did the magnet attract the object، هل يا ترى الماجنت عمل attract او جذب الاوبجكت ده ولا لا، العنصر ده ولا لا. write yes or no، اكتب yes or no. بعدين بيقول لك draw، ارسم two more objects، two more objects عنصرين اضافيين to predict and test، علشان تعمل عليهم عملية predict او تنبؤ and test وعملية كمان اختبار. فهو هنا سايب لنا خانتين فاضيين في التيبل ده تحت الاوبجكت او العنصر، هنرسم هنا عنصرين اضافيين او two more objects، بعدين نعمل عليهم عملية predict او تنبؤ، ونعمل كمان عليهم عملية test او اختبار علشان نتأكد هل يا ترى البريدكت او التنبؤ اللي احنا قلناه ده صح ولا غلط. فاول حاجة هو جايب لنا هنا البيبر كليبس دي او دبابيس الورق دي، وطبعا احنا عارفين ان البيبر كليبس او دبابيس الورق مصنوعة من الميتال او من المعدن،
فبالتالي لما نعمل عملية بريدكت أو نتنبأ هل يا ترى الماجنت هيعمل لها اتراكت ولا لا، هيجذبها ولا لا، شاطرين هيعمل لها عملية اتراكت، لأن احنا الميتال بينجذب طبعا للماجنت او للمغناطيس، فنكتب هنا يس. طب لو احنا فعلا عملنا عملية تيست وجبنا الماجنت في ايدنا وجبنا البيبر كليبس دي وحطيناها قدام الماجنت، هل يا ترى هو هيعمل لها اتراكشن وهيعمل لها اتراكت ولا لا؟ اكيد هيعمل لها اتراكت، لان هو بيجذب الميتال والبيبر كليبس دي مصنوعه من الميتال، فبالتالي هي هتنجذب ليه، وبالتالي احنا البريدكشن بتاعنا او البريدكت بتاعنا ده صحيح، فهنكتب برضو تحت التيست هنا يس. يبقى هنا الاختبار اللي احنا عملناه طلع بموافق او طلع بياكد ان احنا تنبأنا صح، لان التيست اللي احنا عملناه قال ان فعلا الماجنت او المغناطيس جذب دبابيس الورق دي او البيبر كليبس دي، فهنا هنكتب برضو تحت التست يس. طب هنا الكوين ده او الجنيه الفضي ده، هل يا ترى لما نجيب الماجنت ونقربه منه هل هيعمل له اتراكت ولا لا؟ انا بتنبأ ان هو هيعمل له اتراكت، فهنكتب هنا يس، لان الكوين ده مصنوع من الميتال يا اصحابي، والماجنت بيجذب الميتال. طب احنا فعلا لو جبنا الماجنت وجربنا نجذب بيه الكوين ده، هل يا ترى هيجذبه ولا لا؟ شاطرين هيجذبه، لان هو فعلا من الميتال والماجنت بيجذب الميتال، وخصوصا الحاجات المصنوعة من الايرن او من الحديد، فهنكتب برضو هنا يس، شاطرين. طب بالنسبة للكريونز دي او اقلام التلوين دي، هل يا ترى لو الماجنت قربنا منها هيجذبها ولا لا؟ عايزين نعمل عملية بريدكت او عملية تنبؤ، شاطرين نو، لان هي مصنوعة من البلاستيك، فهنكتب هنا نو. طب لو بقى جبنا الماجنت في ايدنا وجبنا الكريونز وقربناها منه، هل يا ترى فعلا هو يعمل لها عملية اتراكت وهيجذبها؟ شاطرين نو، لان الماجنت بيجذب الميتال بس ما بيجذبش البلاستيك، فبالتالي هنكتب برضو تحت التست نو، لان احنا فعلا لو قمنا بعملية التست او الاختبار دي هنلاقي الماجنت مش هيجذب الكريونز او مش هيجذب الاقلام التلوين. طب احنا هنا عندنا خانتين فاضيين المفروض نرسم فيهم two more objects او عنصرين اضافة علشان نعمل عليهم عملية predict او تنبؤ، ونعمل عليهم كمان عملية تست او اختبار. فنرسم في الخانة الاولانية هنا مثلا البنسل بتاعنا او our pencil، ونرسم هنا قلم رصاص بتاعنا، والخانة التانية هنرسم فيها مثلا البوك بتاعنا او our book او الكتاب بتاعنا، وهنعمل عليهم هما الاثنين عملية predict وعملية التست. فبالنسبة للبنسل، البنسل يا اصحابي مصنوع من الميتال ولا من الوود؟ هو مصنوع من الوود، من الخشب، فبالتالي لما نتنبأ يا ترى الماجنت هيجذبه ولا لا، انا بعتقد ان هو مش هيجذبه، وبتنبأ ان هو مش هيعمل له عملية اتراكت، فنكتب تحت البريدكشن هنا او البريدكت ده هنكتب تحت منه ايه؟ هنكتب تحت منه نو. طب بالنسبة للتست، لو جبنا بقى فعلا الماجنت في ايدنا وجبنا البنسل في ايدنا وقربناهم من بعض، هل يا ترى هيعمل له اتراكت او هيجذبه ولا لا؟ شاطرين اكيد مش هيجذبه، لان الماجنت زي ما قلنا بيجذب الميتال بس، فالماجنت مش هيجذب الوود، لان القلم الرصاص او البنسل مصنوع من الوود، فمش هيعمل له اتراكت، فهنكتب برضو تحت التست هنا نو. طب اخر حاجة البوك او الكتاب بتاعنا، يا ترى لو جبنا الماجنت وفكرنا كده، هل يا ترى الماجنت هيعمل له عملية اتراكت ولا لا؟ طبعا اكيد الماجنت مش هيعمل له عملية اتراكت، لان البوك مصنوع من البيبر والماجنت ما بيجذبش البيبر، فهنكتب هنا تحت البريدكشن نو او البريدكت ده هنكتب تحت منه نو. طب بالنسبة للتست بقى، لو جبنا فعلا الماجنت في ايدنا وعملنا عملية التست وقربناه من الكتاب، عملنا عملية اختبار، هل يا ترى فعلا الماجنت هيجذب الورق ولا مش هيجذبه؟ شاطرين نو برضو، لان الماجنت ما بيجذبش البيبر او الورق، وبالتالي هنكتب تحت التست هنا نو، لان الماجنت بيجذب المعدن بس. وبكده نكون انهينا البيج دي، والكلمات الجديدة هنا ماجنت، ماجنت يعني مغناطيس، اتراكت، اتراكت يعني يجذب، بريدكت، بريدكت يعني تنبأ، ويل يعني سوف،
object object يعني عنصر. test test يعني اختبر، قم باختبار. draw draw يعني ارسم. two more objects عنصرين اضافيين. predict تنبأ and test واختبر. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، واللينكس بتاعتها موجودة في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.